أهلا بكم من جديد في صدى الأقلام الذي نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. صحيفة المدى: مسؤول بيئي نحو 3 مليارات متر مربع ملوثة بالألغام. موقع الهيئة نت: احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، متظاهرون غاضبون يقطعون طرقاً رئيسية في محافظة المثنى. موقع يقين نت: الزراعة العراقية تدعو وزارة المالية إلى صرف مستحقات الفلاحين المتأخرة. صحيفة القدس العربي: اليوم العالمي للمرأة، ظروف عصيبة على النساء وتذكير بالظلم الممنهج ضدهن. موقع العربي الجديد: روسيا تعلن وقف إطلاق النار بمناطق في أوكرانيا. صحيفة الجارديان: أمريكا متهمة بالنفاق لدعمها العقوبات ضد روسيا وليس ضد إسرائيل. صحيفة ديلي تلغراف: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤدي لاضطرابات وانتفاضات في الشرق الأوسط. بعيداً عن أزمة تشكيل الحكومة والجدل الحاصل حول نتائج الانتخابات وما خلفته من تفاقم ظاهرة الفساد وتغول السلاح في المجتمع وما يعانيه النازحون في المخيمات، فإن صحة العراقيين معتلة وفي تدهور مستمر من دون أمل باهتمام حكومي وبرلماني لوقف هذا التدهور في صحة العراقيين الذين ضاقوا ضرعاً بوعود تتبخر عند نهاية الانتخابات وتشكيل أي حكومة على مدى السنوات الماضية. ما يفاقم الوضع الصحي ما كشف مؤخراً عن تدني حصة الفرد العراقي من المبلغ المرصود بالموازنة المركزية للعناية بصحته مقارنة بما هو مرصود للفرد في دول لا ترتقي ميزانيتها إلى حجم الموازنة العراقية. وطبقاً للتصنيف العالمي فإن العراق يقف في ذيل قائمة الدول التي تهتم بصحة أبنائها نظراً لضآلة المبلغ المخصص لهذا الغرض، فالدول التي تهتم بتوفير الرعاية الصحية لمواطنيها ترصد المبالغ الكبيرة من موازنتها للقطاع الصحي باعتباره لا يقل شأناً عن قطاعات الدفاع والأمن والاقتصاد، لا بل إن بعض الدول تقدم الرعاية الصحية على سواها لأن سلامة الفرد وعافيته وتحصينه هو عامل قوة للمجتمع. إن صحة العراقيين وتوفير الرعاية لهم وضمان ديمومتها تقف في آخر قائمة أولويات الطبقة السياسية التي انشغلت بالخلافات وبمصالحها ونسيت أن أبناء جلدتهم وحاجتهم للرعاية الصحية تتقدم على سواها نظراً لما أصابهم من ويلات جراء الحصار والحروب والفساد وفشل القائمين على الحكم في تأمين الرعاية الصحية لهم، وعزوف الطبقة السياسية عن الاهتمام بالقطاع الصحي وتوفير الرعاية الصحية لمواطنيها وقبل ذلك أوضاع النازحين لم يقتصر على ذلك، وإنما تعداه إلى إخفاقهم في منع دخول الأدوية المغشوشة وفاقدة الصلاحية للأسواق العراقية والتي تذهب لبطون محتاجيها، مما زاد من معاناة الباحثين عن الدواء. يضيف الكاتب أن صحة العراقيين في خطر، وما يفاقم هذا الخطر هو تدني التخصيصات المالية لوقف تداعياته، وحصة الفرد العراقي في الميزانية العامة لا تكفي لشراء احتياجاته من الدواء، خصوصاً المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكري، فما بالك بحال من أصيبوا بالأمراض المستعصية الذين أصبحت أعدادهم تتزايد بشكل مخيف في العراق.
أجرى الكاتب حسين صالح السبعاوي في موقع رسام للدراسات مقارنة بين الغزو الروسي لأوكرانيا والغزو الأمريكي للعراق. بدأ الغزو الأمريكي للعراق، ويقول الكاتب: الغزو الروسي لأوكرانيا تحت ذريعة حماية الأقليات الدينية والقومية الروسية من النظام الحاكم وتجريد أوكرانيا من السلاح وإزالة أثر النازية منها حسب زعم فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، لكن هذا الغزو لم يستند إلى أي شرعية دولية، لا من الأمم المتحدة ولا بقرار من مجلس الأمن، بل على العكس فقد نددت الأمم المتحدة بهذا الغزو، وهناك أوجه شبه كثيرة بين الغزو الروسي لأوكرانيا والغزو الأمريكي للعراق عام 2003. كلا الاحتلالين الروسي لأوكرانيا والأمريكي للعراق لا يستندان إلى شرعية دولية، فلا يملك أي منهما قراراً من مجلس الأمن أو قراراً من الأمم المتحدة. اعتمدت الدولتان روسيا وأمريكا في احتلالهما على مجموعة أكاذيب بانت ما بعد الاحتلال، فأمريكا ادعت أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل سرعان ما ثبت بأنه مجرد افتراء، وكذلك روسيا ادعت بأنها تدخلت لتخليص أوكرانيا من النازيين الجدد ونزع أسلحة أوكرانيا، بينما في اليوم الثاني من الغزو طالب بوتين العسكر الأوكراني بالانقلاب على السلطة المنتخبة لغرض التفاهم معهم. ما قامت به دولة بيلاروسيا مع روسيا أشبه بما قامت به إيران مع الولايات المتحدة في غزوها للعراق، صناعة ما يسمى بالمعارضة لإضفاء الشرعية على الغزو، حيث قامت أمريكا بتشكيل ما يسمى المعارضة العراقية في الخارج لتجلبهم معها في الغزو ومن ثم تسليمهم السلطة. كذلك قامت روسيا بدعم الانفصاليين في دونباس ولوغانسك لغرض استخدامهم في الغزو، وهذا الذي حدث. ردة الفعل السريعة من قبل العراق وأوكرانيا في مقاومة المحتل، فمنذ الساعات الأولى للغزو الأمريكي للعراق بدأت المقاومة في مواجهة المحتل. كذلك بالنسبة للشعب الأوكراني كانت ردة فعله سريعة في مقاومة الغزو الروسي لبلادهم. القاسم المشترك بين الاحتلالين الروسي لأوكرانيا والأمريكي للعراق هو غياب الشرعية الدولية وانتهاك القوانين من قبل الدول الكبرى من أجل فرض هيمنتها على الدول الأخرى ونهب خيراتها وانتهاك سيادتها، ومن ثم تنصيب حكومات أشبه بالدمى تتحكم بها كيفما تريد حسب مصالحها، متجاوزة ميثاق الأمم المتحدة الذي دعا إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها. يقول كاتب صادق الطائي في مقال نشرته صحيفة القدس العربي: لا يمكن الخروج من المحاصصة ضمن معطيات وضع العملية السياسية العراقية الحالية إلا إذا حصلت هزة كبيرة جدا قد تغير الواقع العراقي. تداعيات مفارقة الرئيس الكردي ظهرت بشكلها الفاقع منذ طرح استفتاء انفصال كردستان في سبتمبر من عام 2017، وبات لزاماً على كل قيادي كردي يريد الترويج لنفسه في شارعه السياسي في الإقليم القول إنه يطالب باستقلال كردستان وإنه يعمل جاهداً لتحقيق حلم إقامة دولة كردستان المستقلة. وهنا تكمن المفارقة الفجة، إذ إن هذا الكلام يعني ضمناً أنه سيعمل على تقسيم العراق وأنه لن يلتزم بالمادة 64 من الدستور الاتحادي للعراق التي تحدد مهام رئيس الجمهورية وتصفه بأنه هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. من جانب آخر، مثل التصويت لصالح انفصال كردستان النقطة الأكثر حساسية لدى المواطن العراقي العربي في تعاطيه مع سير المرشحين لرئاسة الجمهورية من السياسيين الأكراد، وهي الزاوية الأبرز في الهجوم على برهم صالح عندما ترشح لمنصب رئيس الجمهورية،
إذ امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو التي تصور برهم صالح وهو يدعو لانفصال الإقليم في سبتمبر من عام 2017، ثم تظهره ضاحكاً بعد سنة في أكتوبر تشرين الأول من عام 2018، وهو يدخل قصر السلام في بغداد بصفته رئيساً لجمهورية العراق وحامياً للدستور ومدافعاً عن وحدة العراق. فأي مفارقة مضحكة مبكية. ويضيف الكاتب: يمكننا أن نطرح المفارقة بصيغة استفسار بريء، مفاده: ألا يمكن أن تكسر معادلة احتكار المكونات لمناصب الرئاسة الثلاث لتصبح مفتوحة أمام الجميع؟ على الأقل حينها سيخرج الوضع العراقي من هذه المفارقة البنيوية بصيغتها الكوميدية السوداء. حامي الدستور والمدافع عن وحدة العراق هو في الوقت نفسه أشد المطالبين بتقسيم العراق وانفصال الإقليم. نشرت صحيفة الجارديان تقريراً أعده مراسلها في نيويورك كريس ماجريل، تحدث فيه عن اتهام الولايات المتحدة بالنفاق لدعمها العقوبات ضد روسيا وليس ضد إسرائيل، وجاء فيه إن النقاد للسياسة الأمريكية قارنوا الغزو الروسي ضد أوكرانيا بأفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. الولايات المتحدة وبعض حلفائها من الدول الأوروبية تواجه اتهامات بالمعايير المزدوجة نظراً لدعمها العقوبات وتحقيقات دولة بارتكاب جرائم حرب ضد روسيا، ولكنها تقوم بالوقوف ضدها عندما يتعلق الأمر بأفعال إسرائيل ضد الفلسطينيين. ويرفض المؤيدون لإسرائيل المقارنة ويتهمون من يطلقونها بمحاولة استغلال معاناة الأوكرانيين لرسم مقارنة. ودعت منظمة أمنيستي انترناشونال في الشهر الماضي الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات ضد إسرائيل بعدما انضمت إلى منظمات حقوق الإنسان الأخرى، واتهمت إسرائيل بخرق القانون الدولي وممارسة الفصل العنصري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال هيمنتها على الفلسطينيين. وطالب المسؤولون الفلسطينيون والمقرر الأممي حول الأراضي الفلسطينية المحتلة بفرض عقوبات ضد إسرائيل لاستيلائها على الضفة الغربية وحصارها لغزة والقتل على نطاق واسع للفلسطينيين، وفي الوقت الذي ضغطت فيه الولايات المتحدة والحكومات الأخرى بفرض عقوبات على روسيا إلا أنها قاومت إجراءات مماثلة ضد إسرائيل. وقالت سارة لي ويتسون مديرة برنامج الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن هناك موازاة واضحة بين روسيا والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب. قالت صحيفة ديلي تيليغراف إن الحرب في أوكرانيا قد تقود إلى حروب أهلية واضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وجاء في تقرير أعدته راشيل ميلارد أن تعطل الإمدادات يدفع بزيادة الأسعار، وسيتأثر من هذا كل من لبنان ومصر البلدان الأكثر عرضة للخطر. قال محللون إن تعطل وصول القمح والمحاصيل عامل في ارتفاع المحاصيل، فقد زادت أسعار القمح بنسبة 25% منذ الغزو في 24 من شباط فبراير، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر مع السيطرة على الموانئ الأوكرانية أو تعرضها للقصف الروسي، وتصل نسبة القمح المنتج في روسيا وأوكرانيا إلى 14% من مجمل إنتاج القمح العالمي، إضافة إلى نسبة 14% من مجمل الذرة العالمي. وجاء ارتفاع الأسعار بعد قيام تجار التجزئة في روسيا بتقنين حصص الطعام وسط مخاوف التخزين وظهور الطوابير أمام المحلات التي تذكر بالعهد السوفيتي. وقالت شركة BCA للأبحاث
إن عدم تدفق المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود يهدد الصادرات إلى الشرق الأوسط الذي يعتبر سوقاً رئيساً. وأضافت الشركة أن هذا قد يزيد من الضغوط على وضع احتياطي الحبوب في المنطقة، مما قد يقود إلى أعمال الشغب التي حدثت أثناء الربيع العربي من عام 2011. وهناك مخاوف من تأثير الغزو الروسي على المزارعين الأوكرانيين والزراعة والحصاد هذا العام. وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس إن مصر تحديداً تعتبر عرضة للمخاطر، لأن نسبة 90% من صادرات القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا، وتحاول مصر الحصول على الحبوب من مصادر أخرى، وكذلك لديها محصولها المحلي ومخزون يكفي لمدة 4 أشهر، لكنها تواجه زيادة في الأسعار على الحبوب المستوردة. وحذرت شركة يارا مصنعة الأسمدة النرويجية من أن غزو روسيا أوكرانيا يهدد بإمدادات الطعام العالمي، بالإضافة لنقص القمح والذرة، فالبلدان مصدر مهم لزيت الذرة ومغذيات المحاصيل. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الحكومة الصينية قد تسعى إلى خرق العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على غرار ما فعلته مع كوريا الشمالية وفنزويلا. وقال تقرير للصحيفة إنها قد تكون قادرة على جعل العقوبات ضد حليفتها روسيا أقل فاعلية. خلال السنوات الماضية وثقت الصين وروسيا علاقاتهما الاستراتيجية بشكل كبير، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 150 مليار دولار، وهما لديهما وجهات نظر مشتركة ضد الغرب. وقبل أسابيع قليلة من الغزو الروسي، وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بياناً انتقد سياسات القوة والتنمر والعقوبات الأحادية وتطبيق الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية، فضلاً عن إساءة استخدام سياسات الرقابة على الصادرات. وبعد إعلان الغرب عن العقوبات الأخيرة ضد روسيا، أكد مسؤولون في بكين معارضتهم إياها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وونغ بين إن الصين وروسيا ستواصلان إقامة تعاون تجاري طبيعي بروح الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة. وأكدت أكبر هيئة مصرفية في البلاد أن الصين لن تشارك في مثل هذه العقوبات. وقالت الصحيفة إن الشركات الصينية تهربت مراراً وتكراراً من القيود المفروضة على تجارة مع دول مثل كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا، وفقاً للجان خبراء تابعة للأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. لجأ كاتب ومصور أوروبي لتوثيق قلاع أوروبا القديمة التي كان شاهدة على عصور من الحروب والانتصارات في القارة الأوروبية، لكن بصورة بعيدة عن النمطية لإظهار هذا التاريخ. وفي تقرير لموقع عربي 21 قال فيدريك شوبان إنه بدلاً من النظر إلى القلاع على أنها بقايا تاريخية، رغبت في بناء صلة بين العمارة البدائية للغاية وأسس ومبادئ الحداثة التي أرسيت في مطلع القرن العشرين وبنيت القلاع للمرة الأولى في القرن العاشر كبديل للمباني الخشبية حتى تكون مساكن محصنة للطبقة الحاكمة، وطغى مبدأ الحماية على التصميم، فبنيت الأبراج العالية لحماية السكان من التهديدات الخارجية، بينما لعبت البحيرات المحيطة بالقلاع دوراً دفاعياً بدلاً من المسطحات، وتكيفت التصاميم حتى تلائم قواعد الحرب المتغيرة أو الاحتياجات المنزلية لسكان القلعة. وللكاريكاتير أسلوبه الخاص في الانتقاد، فتابعوا معنا.
شكراً لحسن المتابعة، أستودعكم الله.